التطرف الدينية والإرهاب وما يشكلانه من تهديد للأمن والسلم المجتمعي كان عنوان المؤتمر الذي نظمته العتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء، في وقت أشار مشاركون إلى أهمية هذه المؤتمرات في تحسين المجتمع وحمايته من الاستهداف بكل أشكاله. أقامت العتبة الحسينية المقدسة مؤتمرها الدولي الثاني تحت عنوان التطرف الديني والإرهاب تهديد للأمن السلمي والأمن المجتمعي، ونحن اليوم حقيقة نحتاج إلى إقامة هكذا مؤتمرات. هذه المؤتمرات لها دلالات وعبر وهدف أساسي، وهو إقامة القيم والمبادئ الإنسانية وبثها بين الناس. هذا المؤتمر هو رسالة جديدة للحفاظ على مكتسبات النصر، حفاظ على الأمن، على الاستقرار، لتقديم رؤية واعدة للأمة. هذه الرؤية يعني فيها جوانب متعددة، جانب فكري وثقافي من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية، الدواوين الوقف السني والشيعي والدواوين الأخرى، من خلال أيضا رؤية اقتصادية تكون أيضا واعدة مع الرؤية الفكرية وأيضا رؤية أمنية. المؤتمر ناقش التطرف والإرهاب من زوايا تربوية ونفسية واقتصادية وكيفية التصدي لهذا التحدي من خلال الفكر والعقل، لأنهما يشكلان ركيزة أساسية في مثل هذه القضايا، فيما ستقدم مخرجات المؤتمر وترفع كتوصيات لأجل العمل بها وأخذها بنظر الاعتبار. هذا المؤتمر مهم جدا لأنه يناقش الإرهاب والتطرف من جميع المجالات. هناك فكرية، تربوية، أخلاقية، اقتصادية ونفسية، فلذلك مهم جدا الوصول إلى نتائج من مخرجات المؤتمر وإرسالها إلى جميع أنحاء العالم حتى تتضح موقف العراق من قبل داعش، وأيضا الاهتمام ببناء الوطن السليم، فيها رخاء، فيها أمن، وفيها سعادة لأفراد الشعب العراقي. التصدي للتطرف أصبح ضرورة دينية وأخلاقية في وقت تتعدد الأنواع والأشكال التي يتخذها المغالون الذين يستخدمون الدين كوسيلة للسيطرة على المجتمعات وتحطيمها بدلا من بنائها وفقا للتعاليم الربانية. من كربلاء المقدسة، معتز العبودي، زاكروس تيفي.